السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام. في هذه الحصة سنتناول شيء مهم جدا في الجبر، وهو كيفية حساب معاملات فيزو. Comment calculer le coefficient de Bézout? Voilà. Et donc, ça n'a pas de métal. Métal, أول. هو 156 و 73. هنا لنبين أولا أن هذا العددين أوليان فيما بينهما. إذا نستعمل ألغوريتم دوكليد، 156 مقسومة على 73 تساوي 2، 2 في 3 6، 6 ناقص 6 0، 2 في 7 14، من 15 10. ثم 73 مقسوم على 10، إذن تساوي 7 والباقي 3. ثم 10 مقسومة على 3، 3 الباقي 1. إذا نكتب هكذا 156 تساوي 73 في 2 زائد 10، وهنا 73 تساوي 7 في 10 زائد 3، وهنا 10 تساوي 3 في 3 زائد 1. نعم، إذا نعلم أن لو كوفيسيون دو بيزو، إذا نعلم هذا كوفيسيون دو بيزو هو أن، إذا هنايا، إذا رابيل ولا تذكير، إذا كان إن يساوي واحد أوليا في بينهما، فهذا يبين أن يوجد U V من Z استثنان، بحيث U M زائد V N تساوي واحد. U و V هما معاملات بيزو. إذن هذا هو درسنا اليوم أو محتوى هذا الفيديو. إذن بما أن وجدنا هنا واحد، إذن 156 و 73 أوليان فيما بينهما. إذن بي جي سي دي بي جي سي دي 156 73 يساوي واحد. نعم، إذن بي جي سي دي 156 73 يساوي واحد. إذن لنحدد إي و في اللي هما معاملات بيزو. نعم، إذن سنكتب كذلك، إذن 156 تساوي 73 في 2 زائد 10، 73 تساوي 7
في 10 زائد 3، 10 يساوي 3 في 3 زائد 1. نعم، إذن يجب أن يبقى لنا 156 و73 و1 فقط. إذن سنجلي 3، إذن لكي نجلي 3 إذن يجب الضرب هنا ب في ناقص 3. إذا جمعنا فإن 3 ناقص 3 في ناقص 3 زائد 3 في 3 0. نعم، إذن 3 أمثال. إذن دابا ولكن ملي ضربنا هنا في ناقص 3 إذن 10 هي بغينا نحيدوها، إذن ولات عندنا 7 في ناقص 3 اللي هي ناقص 21 10. ناقص 21 10 هنا وهذا 10 اللي برا، إذا نقدروا ندخلوها تولي ناقص 10. إذا ناقص 21 مع ناقص 10 هي ناقص 22، إذا خصنا نضربو هنا في 22، وهنا نكون قد انتهينا. إذا سنطبق، إذا عندنا 22 في 156، هنجمع هادو الطرف الأول ثم الطرف الآخر، إذن زائد 73 في ناقص 3 زائد 10 يساوي 22 في 73 في 2 زائد 10 في 22 زائد 7 في 10 في ناقص 3 زائد 3 في ناقص 3 ثم زائد 3 في 3 زائد 1. إذن اللي نرى هنا، إذن لدينا 3 في ناقص 3 زائد 3 في 3 تختزل، لدينا 7 في ناقص 3 ناقص 21 ناقص 21 مع ناقص 10، إذن ناقص 21 في 10 زائد 10 في 22، إذن تبقى لنا إذن 22 ناقص 21 في 10 تساوي 10 وتختزل بهذا العشرة، ثم تبقى لنا 73 نحتفظ بها. إذا ماذا وصلنا؟ إذا لقينا بأن 22 في 156 زائد 73 في ناقص 3 ناقص 22 في 73 في 2 يساوي ماذا؟ 1. إذن 73 عامل ناقص 3 22 في 2 44 44، إذن ناقص 44 ناقص 3 هي ناقص 47. وهنا زائد 156 في 22. إذن وجدنا إذن أن U 156 U زائد 73 V يساوي 1، بحيث U تساوي 22 و في تساوي ناقص 47. إذن هذا هو الجواب لهذا السؤال.
هذا تحققنا فإننا سنجد أن هنا تحقيق أن 156 في 22 ناقص 73 في 47 تساوي 1، وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال. أن حددنا أنه حددنا ماذا؟ حساب معاملات بيزو في هذا المثال. نعم، إذن سنأخذ مثال آخر. المثال الآخر هو ده المثال 2. Exemple 2. On a que d'aller exemple 1. Dans le métal, on a 2315 ou 212. نعم، إذن سنقوم بألغوريثم تكليد. إذن 2315 مقسومة على 212. إذن هنا 1 في 2 ناقص 11 يساوي 9، ثم احتفظ بواحد، 1 في 1 2 من 3 1، 1 في 2 ناقص 2 0. إذن أنزل بخمسة، إذن 10، والباقي إذن 195. إذن ثم 212 مقسومة على 195. إذن هنا 1 في 5 إذن 95، إذن ناقص، إذن 12 ناقص 5 هي 7، 10 ناقص 11 هي 1، 1 في 1 2، 2 ناقص 2 0، ثم 195 مقسوم على 17، إذن مقسوم على 17، إذن 1، إذن تبقى لنا 2، 25، إذن 1، إذن 17 ناقص 25 ناقص 17 إذن 15، إذن 2، إذن 8، 1 زائد 1 2، 2 من 2 0. إذن ثم 17 مقسومة على 8 تساوي 2، 16 ناقص 17 1. نعم، إذن هنا لو ديرنيير ريسمون نول، آخر باقي غير منعدم يساوي 1. إذن فإن العددان أوليان فيما بينهما، إذن 212 و 2315 أوليان فيما بينهما. إذن PGCD 2315 212 تساوي 1. وهنا سنحدد معاملات بيزو بنفس الطريقة التي رأينا قبل. إذن نكتب هنا، إذن 2315 تساوي 212 في 10 زائد 195.
ثم 212 تساوي 195 في 1 زائد 17، ثم 195 تساوي 17 في 11 زائد 8، ثم 17 تساوي 8 في 2 زائد 1. بيان، إذن هنا سنرى كيف ما درنا في الأولى. إذن أول حاجة أننا سنلغي هذا العدد 8. لإلغاء العدد 8 يجب أن نضرب في ناقص 2، إذا ناقص 2. إذا ضربنا في ناقص 2 فنتختزل 8، ولكن لا ننسى بأن هنا ضربنا 17 في 11 في ناقص 2، يعني 11 في ناقص 2 هي ناقص 22. ناقص 22 ونزيد وندخلو هذه لهنا، إذا ناقص 23. إذا باش نمشي 17 خصنا نضربوها في 23، إذا 23 دابا ضربناها في 17، إذا غتمشي هذه 22 في 17، وزيد عليها هذه اللي رجعنا هي ناقص 23 في 17 زائد 23 في 17 غتعطينا صفر. إذا ثم 195 ضربناها في 23، إذا باش غتختزل لينا، إذا خصنا نضربوها هنا، إذا عندنا بعدا، إذا 23 مضروبة في 195، عندنا هنا واحد ناقص غيدخل لداخل، إذا تولي 23 ناقص 1، هي إذا بحال ضربناها في 22، إذا خصنا نضربو هنا في ناقص 22، صافي. إذا غادي نعاودو من الأول نشوفو، إذا 8 مع 8 إذا ضربنا في ناقص 2، غادي تختزل، ثم عندنا هنا في ضربنا في ناقص 2، عندنا 17 في 11 في ناقص 2 هي ناقص 22، يعني ناقص 22 في 17، ولكن بعد 17 نردو لهنا تولي بحال إلا ولات عندنا ناقص 23 في 17. إذن باش غادي نحيدوها غادي نضربو هنا في 23، إذن هادي مشات مزال. إذن أما هنا، إذن 195 ضربناها في 23، وعندنا هنا نعم 195 ضربناها بعدا في ناقص 2، إذن ناقص 2 في 195 اللي غادي تدخل وتولي زائد 2 195 مع 23، إذا غتولي عندنا 23 زائد 2 في 195، يعني 25 في 195، إذا 25 في 195 باش غادي نحيدوها غنضربوها في ناقص 25، مزيان. إذا دابا إذن غادي نجمعو نفس الطريقة، إذن ناقص 25 في 2315، إذن نجمعو هادو وعاد نعاود هادو بوحدهم، إذن زائد 23 في 212 زائد 195 في ناقص 2 زائد 17 تساوي، إذن هنا ناقص 25 في 212 في 10 زائد 195 في ناقص 25 زائد 23 في 195 في 1 زائد 17 في 23
زائد 17 في 11 في ناقص 2 زائد 8 في ناقص 2 وأخيرا زائد 8 في 2 زائد 1. إذن هنا نرى اختزالات ديالنا اللي درناهم باش تختزلوا، ها هما اللي تختزلوا. هنا غتمشي لنا هادي 8 في 2 مع هادي بسات، ثم هنا ناقص 22 في 17، وهنا 23 مع هاد 17 اللي غادي تدخل، هادي ناقص 22 ناقص 17 ناقص 23. إذن غتمشي مع هادي وهادي وهادي، ثم عندنا كذلك 195 في ناقص 25، 195 في 23. إذن مع هاد 195 في ناقص 2 غادي تدخل هنا، غتولي 123 زائد 2 هي 25، 25 في 195 في زائد 195 في ناقص 25 غتمشي هادي مع هادي مع هادي. إذن تتبقى لنا هادي اللي فيها 212 صافي. إذا كتولي عندنا ناقص 25 في 2315 زائد 212 في 23 ناقص 25 في 212 في 10 زائد، نعم، إذا هادي غتكون هنا دابا، هادي تساوي، إذا هنا تساوي ناقص 25 في 212 في 10 زائد زائد 1. إذا غادي نردو هادي لهاد الجهة، غتولي لنا ناقص 25 في 2315 زائد، إذا 212 هنا 25 في 10 هي 250، 250 زائد 23، إذا 250 زائد 23 غادي تعطينا، إذا غادي تعطينا شحال؟ 200، إذا قلنا 250 زائد 23 غادي تعطينا 273. إذن هنا تولي لنا زائد 273 في 212 تساوي 1. إذن ماذا يساوي U؟ U يساوي ناقص 25 و V يساوي 273. إذن هنا وجدنا 2315 U زائد 212 V يساوي 1، لأن المعاملات هما V و 25. وإذا قمنا بالتجربة بالحساب فنجد أن 2315 في ناقص 25 زائد 212 في 273، فإن الحاسبة تعطينا يساوي 1. أتمنى لكم أن تستفيدوا أكثر من هذه الحصة، فهي حصة مهمة جدا في الجبر. وإلى حصة مقبلة إن شاء الله بحول الله، في درس آخر وفي أشياء جديدة أخرى سنتطرق لها إن شاء الله بحول الله وقوته. وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.